هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وزارة التنمية المحلية وفرت أكثر من 27 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 3429 مشروع بتكلفة وصلت ل 537 مليون جنيه. ده طبعا بينعكس على تحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية. خلونا نعرف طبيعة المشروعات اللي بتتعمل. معانا على تليفون دكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك استاذ محمد واستاذ هدير. مع حضرتك الدكتور خالد قاسم، مساعد السيد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم وزاره التنميه المحليه. يعني خليني اقول لحضرتك انه يعني اتفاقا مع الدور اللي بتقوم به فعلا وزاره التنميه المحليه في تنفيذ المبادره الرئاسيه حياه كريمه واللي اطلقها سياده الرئيس لتحقيق جوده الحياه للمواطن المصري على ارض قرى الريف المصري، سواء بنتكلم على الكفور او النجوع او العزب. طبعا الهدف الرئيسي زي ما اعلم مع الوزير اللي هو شعراوي وزير التنميه المحليه، ان احنا الوزاره بتستهدف احداث نقله نوعيه سريعه في عمليه تحقيق التنميه الاقتصاديه المحليه بقرى حياه كريمه. وده بيتم يا فندم من خلال اربع محاور رئيسه. المحور الاولاني من خلال روافد التنمية المحلية الممثلة في برنامج مشروعك، واللي اشتغل في خلال الفترة دي على تحقيق 27 ألف فرصة عمل حقيقية من خلال تمويل 3429 مشروع، وده بتكلفة حوالي 537 مليون جنيه. ده الشق الثاني المهم جدا، وهو المشروعات متناهية الصغر في كافة المجالات اللي بيقدمها صندوق التنمية المحلية. وكانت في خلال الفترة دي تمويل حوالي 7 مليون جنيه لتوفير حوالي 692 فرصة عمل في 13 محافظة، بلغ نصيب المرأة فيها ما يزيد عن 67% من إجمالي فرص العمل. ده شق. المحور الثاني المهم جدا، وهو المساهمة في كمان إقامة المجمعات الحرفية ومبادرة فرصتك في قريتك، والتنسيق المستمر ما بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل تستثمر بالاستدامة، سواء بنتكلم الفرص العمل دي للمقاولين المحليين الموجودين أو كمان الفرص العمل اللي بيقدمها مشروعك وصندوق التنمية المحلية وفرصتك في قريتك. المحور الثالث المهم جدا، وهو توفير الأراضي المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية. وبالفعل تم توفير أراضي لازمة لإنشاء 62 مجمع حرفي داخل 59 قرية موجودة في 29 مركز إداري يندرجوا تحت 18 محافظة مصرية. وده حصل بالفعل مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده بيساهم في إن شاء الله وهيساهم في توفير فرص عمل حقيقية تتسم بالاستدامة، وكمان في نفس الوقت هيساهم مما يحدث نقلة سريعة يا فندم في مسألة التنمية الاقتصادية. لا شك يا فندم، وده على مسارين، سواء بنشبع وبنغطي جزء من الطلب المحلي في هذه المراكز والقرى والكفور والنجوع على السلع والخدمات شق، والشق الثاني تمهيدا لترويج للصادرات منتجات هذه المشروعات علشان نصل الى ان تكون هناك قريه منتجه ومن ثم محافظه مصدره. وزي ما اضاف معالي الوزير اللواء شعراوي انه تم اطلاق في ديسمبر الماضي تطبيق فرصتك في قريتك على تليفونات التليفون المحمول، وده بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه، وده بما لا شك فيه هيقدم دعم اقتصادي حقيقي للمجتمعات الريفيه والربط ما بين فرص للشباب في تحقيق التنميه الاقتصاديه المحليه داخل المراكز والقرى بتاعتهم ان شاء الله. صحيح. طيب دكتور، حضرتك قلت ان المشروعات دي تم توزيعها على 13 محافظه، هل بتختلف من محافظه لاخرى، من قريه لاخرى؟ شكلها بيكون عامل ازاي؟ هل هي في مجمعات ولا المشروعات دي بتكون عامله ازاي؟ هل ده بحسب ما يطلب الشباب الموجودين، ولا دي فرص عمل موجوده او مشروعات موجوده ومتاحه وبيتكيف عليها الشاب اللي بيقدم عليها؟ شكرا لسؤال حضرتك، لان احنا هنا بنروح لتغطيه الاحتياجات، وبالتالي كل محافظه في ال 18 محافظه في ال 29 مركز في ال 59 قريه على سبيل المثال اللي في ال 62 مجمع ده، هناك دراسه حصلت على الارض من خلال الوحده المركزيه لحياه كريمه تطوير الريف المصري وزاره التنميه المحليه بمشاركه استراتيجيه مع القيادات الطبيعيه والشباب اللي موجودين في هذه القرى، بحيث ان احنا وقفنا فعلا على
الفرص التنافسية والفرص الإنتاجية لكل قرية، لأن دي تختلف من قرية لقرية. قرية تتسم بإنتاج المشمش، قرية تتسم بإنتاج الفراولة، قرية تتسم بإنتاج العسل وغيرها. في قرى عندها حرف مثلا، بالضبط، بالحرف التراثية والحرفية زي عندنا في صعيد مصر وغيره. وبالتالي إنشاءنا لتكتلات اقتصادية من شأنها إن إحنا نعرف الفرص الحقيقية الإنتاجية اللي موجودة هناك، ويتم التركيز عليها وتغطيتها وإشباعها. وبالتالي حضرتك إحنا هنا كذلك الأمر المساعدة في تسويق المنتجات بتاعتهم كمان يا فندم، زي ما حصل في معرض تراثنا العام الحالي اللي إحنا فيه والعام الماضي، بالفعل اشتغلنا على ده، بحيث وكذلك الأمر المنصة الشهيرة اللي أصبحت بتغطي مساحات واسعة جدا من تسويق المنتجات اللي هي أيادي مصر. كل ده فندم منظومة لوجستية متكاملة بتشتغل على تسويق هذه المنتجات بشكل يحاذي ويوازي أرقى المنصات العالمية للتسويق اللي حضرتك بنسمعها. طيب يا فندم، كنا يعني عايزين نتكلم مع حضرتك، هل الموضوع بيقتصر على مشروعات إنشاء مجمعات صناعية مثلا، أو كمان إحنا بنشتغل على مسألة التأهيل اللي بيشتغل فيها هذه المشروعات؟ طبعا يا فندم، يعني بنشتغل على أكتر من محور. لما نقول فرصتك في قريتك، ولما نقول كمان إنشاء مجمعات، يبقى حضرتك عندك مشروعك. المشروع ده بيندرج ضمن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية مشروعك، أو صندوق التنمية المحلية. أدي شق. الشق الثاني، محتاجين تدريب. برنامج مشروعك بيقوم بشراكة استراتيجية مع صندوق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم هذا التدريب لراغبي التدريب. كما تعلمي حضرتك، هناك ناس أصحاب حرف ولكن هو عايز تمويل للمشروع بتاعه، وبالتالي بنساعده في توفير هذا التمويل، وده بيتم بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية من خلال 260 مقر لبرنامج مشروعك موجود في المحافظات المصرية. كذلك الأمر حوالي، احنا عندنا صندوق التنمية المحلية منتشر في كل الوحدات المحلية اللي موجودة في القرى الريف المصري، حوالي يعني ما يزيد عن 30,888 وحدة، يعني قصر ونجا وعزبة، كل ده صندوق التنمية المحلية منتشر في هذه الوحدات المحلية. عظيم. كل ده بيتم تغطيته من خلال توفير هذه الاحتياجات لتنمية هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. شكرا جزيلا ليك دكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. ألف شكر ليك يا فندم.